انه جاي باسمك يا نائبتنا اسأل واعرف من حكومتنا ايمتى بيصير فينا نقول الطلاب عم تقرأ قصيدتنا. حلو حلو. وايمتى رح نقشع المسؤول عم يسمع وبيعيش كلمتنا بالحس بالابداع بالمدلول باقلام عم تكتب حقيقتنا، ولما بيصبح هالوطن مشغول بشعار عم تحكي بكلمتنا منقول هيدي ارض ما بتزول وهيدا شعب رح يلزم الاجيال تكمل بلغتنا رسالتنا.